وهلأ بفقرة فيتامين. أغلب الأمراض الشائعة بتكون هي عبارة عن ممارسات خاطئة إحنا بنمارسها أو نمط غذائي خاطئ. طبعاً من أكثر الأمراض المنتشرة خصوصاً بفصل الصيف هو عبارة عن حصل كلى. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع أخصائية التغذية سارة زكارنا. يعطيك العافية سارة، كيفك؟ صباح الخير، الحمد لله، كيفكم أنتوا؟ احنا بخير، يسعد صباحك، واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، اهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن حصوات الكلى. هو مرض عم بيزيد بتحسي بالصيف اكثر، لانه مع انه شوب كثير بس الناس ما بتتذكر المي كثير، صح؟ فهي اساس حصل كلى المي، يعني مينلي قبل ما نبلش باي شيء، قبل ما احكي اي شيء، هي المي هي الاساس. حتى والله مش بس لحصل كلى، لكل شيء، يعني لكل شيء بالجسم. طيب يعني هذا الموضوع دائما نسمع انه هي ترسبات موجوده، معادن واملاح، هي عباره بالضبط في الكلى. ايش الاسباب لو بدنا نحكي عن اسباب تشكل حصل كلى؟ شوف، هلا هو حصوه الكلى في لها اكثر من نوع. في عندنا الكالسيوم اوكسالات، في عندنا الكالسيوم فوسفيت، في عندنا السيستين، في عندنا اليوريك اسيد كمان. هلا هي عباره عن كل واحد له سبب معين، بس هي بشكل عام زي ما انت قلت ترسبات املاح ومعادن بتترسب بالكلى وبتشكل لنا زي حصوات صغيره، ممكن تكون حجمها كثير صغير زي الرمل مثلا، وممكن توصل لحد طب صغيره حجمها، وكل كل حدا حسب الحاله تبعته يعني وجسمه كمان. هلا مثلا الكالسيوم اوكسالات هو اكثر نوع منتشر، تقريبا 70% من الناس اللي عندهم حصوات بيكون هذا النوع كالسيوم اوكسالات. احنا رح نحكي عن الانواع تباعا بالحلقه، بس هيك بانه حكينا على الاسباب، كمان موضوع الاعراض، يعني صح. اليوم الشخص كيف ممكن يقدر يعرف انه هو 100% معه حصوه؟ هلا في اكثر من عرض، بس اكثر الاشياء الواضحه بتكون بصير في عندنا وجع باسفل الظهر، الخواصر، وممكن كمان يزيد الوجع كل ما الحصوه تحركت باتجاه القناه البوليه. نعم. ممكن يصير في عندنا انسداد بالقناه البوليه ويسبب حصر البول. حصر البول طبعا جدا مؤلم، فلازم انه الواحد يراجع دكتور. هلا زي ما قلت لك، حسب حجم الحصوة ممكن مثلا انها تروح بالمي من دون اي علاج طبي، وممكن اذا كان حجمها كتير كبير لا يضطر انه يعمل عملية تفتيت او غيره، يعني حسب الحجم وتدخل جراحي في الموضوع. بالضبط. طب مين اكثر الاعمار اللي بتكون عرضة لهاي المشكلة؟ شوفي، هلا غالبا ما في عمر معين، ممكن من بعد 20 سنة وفوق انهم ينصابوا، بس في اكثر من في ناس مثلا عرضة اكثر من ناس. في ناس حسب اذا كان عندهم بالعيله اصلا ناس مصابين، بالضبط، هو اساسا يعني، وممكن كمان اذا هو انصاب يرجع كثير انه ينصاب مره ثانيه. بده يدير باله اكثر، يعني اي شخص انصاب بده يدير باله. هاي ثاني واحد. في كمان المرضى اللي بتبعوا مثلا نوع انواع حميات معينه، وبصير في عندنا دروب بالوزن كثير سريع، نزول بالوزن سريع، زي مثلا الكيتو دايت، او المرضى اللي بيعملوا عمليات السمنه، القص المعدة، تكميم، هاي الأشياء، إذا صار في عندنا نزول بالوزن كتير سريع برضو بتسبب حصوات بالكلى. كمان المرضى اللي عندهم وزن زائد، سمنة عالية، برضو هم أكثر عرضة أنهم ينصابوا بحصوات الكلى. مين كمان في عندنا؟ مرضى السكري طبعاً أكيد ممكن أنهم ينصابوا كمان بحصوات الكلى، والذكور عادة غالباً يعني بنصابوا بحصوات الكلى أكثر من الإناث. أكثر من، حتى بهاي في أنتوا أكثر في تمييز وعنصريه، لازم الامراض احنا لنا النصيب الاكبر فيها. مش كل شيء يعني، بس انه غالبا يمكن لانه الذكور بيشرب قهوه كثير، دخان كثير، دائما دائما دائما، صحيح، مرتبطه بسلوكيات اكثر. طب رجوعا لانواع الحصوات، قرات انه معرفه نوع الحصوه بيقدر يخلي الطبيب يحدد او تساعده بمعرفه سببها، فهلا نحكي عن انواع الحصوات. هلا انواع الحصوات زي ما قلت لك في اكثر من نوع. في عندنا الكالسيوم اوكسالات هو اللي دارج اكثر او اغلب الناس بينصابوا فيه، واليوريك اسيد. طبعا اليوريك اسيد هو مرتبط بمرض النقرس كمان، اذا كان كثير مرتفع بالدم اليوريك اسيد ممكن انه احتماليه اصابته باليوريك اسيد ستونز اعلى من الكالسيوم اوكسالات. هلا مثلا الكالسيوم اوكسالات بكون في عنده كثير كالسيوم بجسمه، بيرتبط بماده بنسميها الاوكسالات، هي موجوده باغلب الاغذيه، فلما يرتبطوا ببعض بتشكل الترسبات بالكلى وبيعمل لي هاي الحصوات. طبعا كل حصوه لها نوع اكل معين لازم يتبعه ونظام اكل معين، حتى بعد ما يشيله بتدخل طبي او من خلال المي
برضه لازم انه يضل محافظ على ساره. هلا زي ما حكيتي انت انه من الاشياء الاساسيه بموضوع حصى الكلى هي المي. يس. طب في انماط غذائيه لها علاقه بالغذاء هي ممكن تخلينا عرضه اكثر لهذا الموضوع او هذا المرض؟ يس. في مثلا ناس اذا كان عندك مثلا وراثه بالعيله عندهم حصى الكلى ممكن بعض الاطعمه تزيد من يعني انت حتصيري اكثر عرضه للاصابه فيه، فبعض الاكل ممكن يضايقك اكثر مثلا مني اذا انا ما عندي وراثه بالعيله. فكل حدا حسب جسمه وكل حدا حسب تاريخ المرض عندهم بالعيلة، أو زي ما قلت لك إذا اتبعتي مثلا حمية غلط أو عاداتك التغذوية كانت سيئة. وكل حصى يعني هو الدكتور هو اللي بيشخص إيش نوع الحصوة بالضبط، وبعدين بترجعي على أخصائية التغذية بتساعدك شو الأكل اللي تمتنعي عنه أو تضلي تاكلي يعني. طب إحنا بمجال الغذاء وهو تخصصك تغذوية، ايش هي خلينا نحكي العادات السيئه من ناحيه الاكل، يعني شو ممكن شو الانواع معينه بتزيد الترسبات؟ اعتقد ان الاكثر نسبه بروتين منها بالزبط. مثلا فاحكي لنا عن هاي الاغذيه. طيب هلا خلينا نروح مثلا اول شيء على اليوريك اسيد، نوع اليوريك اسيد. هلا نوع اليوريك اسيد زي ما انت قلت البروتين لازم نخفف منه ما نقطعه، نخفف منه. اوكي لازم كمان نخفف من البقوليات زي الحمص الفول، هاي الاشياء اصلا لانها بترفع اليوريك اسيد فرح تزيد برضه من ترسبات بالكلى. كمان لازم نبتعد عن العصاير المحليه، اهم شيء باليوريك اسيد نبتعد عنه، العسل، الملوخيه، السبانخ، الفطر برضه بزيد من هاي الحصوه بالذات. هلا عندك الحصوه الثانيه اللي هي الكالسيوم اكزيليت، هاي اللي هي منتشره اكثر، قلت اكثر من 70% هي الكالسيوم اكزيليت. نعم. هلا في ناس بيقولوا انه لازم نبتعد عن الكالسيوم، بس هذا الشيء غلط. لازم تاخذ انت الكالسيوم، بس انا بفضل انه ياخذه مش من السبلمنتس، ياخذه من الاكل، يعني الحليب، اللبن، الاجبان، الاغذيه الطبيعيه بالضبط. ياخذ يعني الريكومندد انتيك اللي هو 1000 تقريبا ملي جرام باليوم. لازم كمان يبعد عن الكاكاو، القهوه، الشاي، الأشياء اللي فيها كافيين، يعني حتى لو متعود ياخد قهوة ياخد هالدي كافينيتد أفضل لإله. البروتين زي ما أنت قلت، والمي أهم شيء أنه ياخد من 2 ل3 لتر مي، بالإضافة كمان أنه ما يضيف أكل الملح على الأكل، لأنه في كتير ناس متعودين أنه قد ما كان في ملح على الأكل هم يضيفوا بإيدهم. جميل. الملح فوق لازم هاي الحركة من طيب. الأغلب يعني هذا إشي كتير سيء، يعني لسه الملح لما ينطبخ مع الأكل بضل أخف من أنه أنت تضيفي على صحنك يعني. طب ساري حكيتي لنا هلأ إيش الأشياء اللي هي رح تزيد أو نقدر نحكي إحنا العادات أو الأنماط الغذائية ممكن هي تزيد عنا مشكلة الحصى. هل إحنا إذا كنا بالمراحل الأولى في أغذية معينة ممكن هي تعالجنا؟ يس. في عنا شراب الريحان كتير منيح أنه بنزل الحصوات لو كان في بداية لهذا، خصوصا أنه هاي الصغيرة زي ما قلت لك ممكن تنزل مع البول فما في مشكلة فيها، ما في داعي لتدخل جراحي يعني. مية الريحان، في ناس بيقولوا مية البقدونس، بس مية البقدونس ما بتزبط لكل حدا لأنه هو أصلا فيه أكزيليت فممكن انه يزيد، فلسه هاي عليها دراسات يعني مش لا. اكيد مش واضح. عن ميه البقدونس زي ما قلت لك كمان بدنا نخفف كثير من البروتين ونخفف من الكافيين، يعني غالبا هاي الاشياء والمي اهم شيء. طب حكيتي بس ارجع لنقطه انه نخفف من البروتين والبقوليات وهاي الامور، هذا الحكي فقط للي بيعاني من هذا المرض او عنده احتماليه ولا بشكل عام؟ لانه كثير ناس والرياضيين تحديدا بيزيد من نسبة البروتين لأنه بده يبني عضل، فلمين هاي النصيحة كانت موجهة أكثر؟ لا هي أكثر لمرضى الكلى، مش بس حصوات الكلى، أي ضرر أو خلل بالكلى بنحاول غالبا نخفف البروتين مشان ما نزيد اللود أو الضغط على الكلى بالشغل يعني. تمام. هلا بالنسبة للرياضيين البروتين لا بكون في إلهم محسوب كمية معينة، وغالبا بياخدوا أكثر من الناس الطبيعيين لأنه أصلا عم يعمل جهد للعضلة، فبدل ما العضلة تصير تاكل بحالها ويصير في عندي زي إيش بيسموها زي إنه هيك ضمور بالعضلة. نعم. لا إنه لازم يضل يأكل بروتين مشان تقوى عنده العضلة وتكبر، فما في مشكلة بالناس اللي بيلعبوا رياضة إنهم ياخدوا، بس طبعا لازم ضمن يعني حسبة معينة، مش إنه أي نوع بروتين، مش بطريقة عشوائية بالضبط، مش إنه بروتين شيكس هاي النزلة يعني كمان كتير. جميل. طيب لو حكينا انه شخص تعالج ان كان بدواء ولقيت الحصوه صغيره او بتدخل جراحي، ما بعد مرحله العلاج هل مطلوب انه يتبع حميه غذائيه معينه؟ افضل، لانه احتماليه انه يرجع ينصاب مره ثانيه بالمرض اسرع.
فأفضل أنه زي ما قلت أنه يضل بعيد عن هاي الأشياء اللي ذكرناها قبل شوي، ويضل يشرب مي كتير، ويلعب رياضة. طبعاً الرياضة أساسية، لو حتى مش أنه هيفي يعني، تكون لو نص ساعة باليوم ما في مشكلة، بس أنه يعود جسمه أنه يكون في حركة وهيك. تعرف الشغلة دائماً لما يكون مستضيفين أخصائي تغذية دائماً بيحكونا ابعدوا عن أطعمة معينة، وبذكروا هم أغلب الأطعمة اللي إحنا بنتناولها. فإحنا عنا مشكلة بمجتمعنا جد، أو يمكن ببلدنا أغلب الأطعمة هي مؤذية. صح، هاي الأشياء اللي درجة جديد، الفاست فود والكل صار يتفنن فيها، فصار الكل بده يجرب والكل بده. صح مظبوط. يعني طب صار هلا بحال إحنا ما عالجنا مشكلة حصى الكلى، شو الإشي اللي ممكن يتبع الموضوع؟ رح يزيد والله الألم، حيكون يعني كتير مؤلمة. يعني هي الأغلب الناس اللي بينصابوا فيها ما بيتحملوا، فدايركت لازم يروحوا على طبيب ويبلشوا بالعلاج ويبتعدوا عن الأطعمة اللي ذكرناها قبل شوي. وأهم شيء يعني حابة أذكر هذا الإشي كمان، إنه الدايتس اللي دارجة هلأ جديد زي الكيتو مثلاً، الهاي بروتين دايت، الأتكنز دايت، هاي الأشياء غالباً بكون نسبة البروتين فيها كتير مرتفعة. فهو البروتين اللي عم يعمل لي مشكلة بالكلى أو بالجسم إذا كان زايد عن حده، وأنا أصلاً ما عم بلعب رياضة. وأصلاً إذا زدنا كمان أخذ البروتين وأنا ما عم بلعب رياضة وما عم يعني عم يدخل على العضلة عشان العضلة تستفيد، رح يتخزن كدهن، فأنا ما استفدت إشي، فعم بزيد وزني. فما في داعي إني أزيد كمية البروتين وما أعمل زي دايت يكون متوازن في كل شيء، وبنفس الوقت أنا بنزل وزن. نعم. يعني تقريباً الإشي الطبيعي، هو الناس ما رح يعجبها هذا الإشي، بس تقريباً الإشي الطبيعي إنه بالشهر لازم الواحد ينزل من 5 ل6 كيلو، ماكسيموم 7. أما الناس اللي بينزلوا بالأسبوع 6 وبالشهر 20 أو 15 كيلو، هذا أبداً مش إشي صحي، لأنه أصلاً رح يصير في ردة فعل للجسم، وأول ما يرجع يأكل طبيعي رح يرجع ينصح، لأنه أصلاً إحنا بالبلد معتمدين على الخبز والرز. يعني صح. ما في حدا ما بيمرق يومه إلا إذا عامل دايت، يعني إلا يأكل خبز أو رز، فهذا كله رح يرجع مرة تانية وبطريقة أسوأ. يعني نعم. لازم يفهموا كمان هي إنه زي ما أنت حكيتي، نزول سريع معناها رجوع سريع. بالضبط. وكمان الأغلب بيرجعوا يعني بينصحوا من مناطق أصلاً ما كانوا ينصحوا منها، فبرضه بصير في خلل. يعني التأثير سيء وجزء أسوأ من أول. بالضبط. طب في حمية غذائية معينة بنقدر نحكي إنها هي إذا لساتهم بالمراحل الأولى ولساتهم ما راحوا على طبيب أو سألوا أخصائيين تغذيين؟ في حمية غذائية بتمشي مع الكل هيك عشان نضلهم بالسيف سايد بنقدر نحكي؟ يس بنقدر. يعني هو أهم إشي إنهم يضلهم يشربوا مي كل ساعتين مثلاً، كاسة أو كل ساعة كاسة. لازم إنه يخلي الفطور تبعه مثلاً بالانس، يكون فيه الخبز، البروتين، يعني هاي الأمور. على الغداء مثلاً نفس الشيء، يكون البروتين موجود، الخضار أهم شيء يكون موجودة، والفواكه. الجديد طلعوا في إشي على الويب سايت الـ WHO إنه في إشي اسمه ماي بليت عنا. كان زمان بالتغذية البيراميد زي شكل الأهرامات، هلأ غيروه صار لصحن عشان يوصل الفكرة للناس بشكل أدق وأسرع. هو الصحن بيكون مقسوم لأربع أجزاء، أهم شيء فيه المي على جنب بيكون، وكاسة الحليب الكالسيوم، وبكون حاطين أنه جزء الخضار والفواكه أكثر من البروتين والكاربس. فيعني هذا النظام المعتدل هو الأفضل للجميع، يعني حتى للي بده ينزل وزن. يعني بيسهلوا عليهم كمان كيف الواحد بالزبط. يقدر يختار بالزبط. يعني بالنهاية بحس إنه الواحد يحاول يجمع بين كل الأغذية بالضبط، وطريقة معتدلة. بطريقة معتدلة بالضبط، ما يزيد إشي معين علشان ما يأثر عليه. بالضبط. جميل. بس هيك للتنوية، الموضوع حصل الكلى هو موضوع طبي، احنا حبينا اليوم نناقشه من نظرة تغذوية مع أخصائية التغذية سارة، وشو الأغذية اللي ممكن تخفف أو الأغذية اللي لازم نتبعها. وإن شاء الله راح نستضيف طبيب نتحدث فيه من وجهة نظر طبية. ختاما سارة، في إشي دارج هيك لو بدنا نختم بنصيحة، وبرضو بدي أنوه على موضوع المكملات الغذائية واحتوائها العالي منها البروتينات اللي بنشوفها. ذكرتني بشغله. تفضلي. هلا اهم شيء النصيحه العامه بشكل عام انه يشرب مي كثير مريض الحصى الكلى، اكثر حتى من الناس الطبيعيين. وكمان هلا لانه درجه السبلمنتس بعد الكورونا، الفيتامين سي والزنك وهي الامور، ما عندي مشكله بالزنك، بس الفيتامين سي ضروري خصوصا مرضى حصى الكلى انهم يبعدوا عن السبلمنت لانه بزيد الترسبات. لا ياخذوا الفيتامين سي من الاكل، فلفل خضراء، الفراولة، الحمضيات، هاي الأمور أحسن من السبليمنتس نفسها.
حلو. رائع. شكرا لك سارة. شكرا لمعلوماتك لليوم، شرفتينا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات القيمة مشاهدينا.